الخبر اللي بعد كده، النادي الأهلي هيكون ممثل في لجنة الشباب بإشراف اللجان العليا برئاسة المهندس وليد مبروك متولي. نظم ندوة في منتهى الأهمية هنا، وهي عن أساسيات البورصة ومعاملاتها كمان، وده هيخلينا بقى نأكد دايما أن الأهلي حريص على تلبية اهتمامات الأعضاء ده في مختلف المجالات. خلينا نروح نشوف التقرير ده، وبعد التقرير هنطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. والله احنا بعد ما طلعنا من الفترة بتاعت الكورونا كانت الدنيا مريحة شوية، ابتدينا نشتغل والدنيا ابتدت تتحرك شوية شوية. احنا يعني الفترة اللي فاتت بنبتدي نشتغل على أنشطة بقى متنوعة، يعني حاجات مختلفة، كل لجنة بتشتغل على حاجة عشان الناس تحس باللي احنا بنعمله والأعضاء يبقى ليهم فرصة ان هم يشاركوا. يعني احنا الأسبوع اللي فات كان عندنا يعني زي مهرجان تعريفي لألعاب القوى، جالنا فيه 100 طفل عرفناهم باللعبة. اللعبة في ناس كتير مش عارفاها وبتبعد عنها. خرجنا من المهرجان ده فيه 100 طفل عايزين يشتركوا في لعبة ألعاب القوى. دلوقتي احنا بنتكلم في ندوة عن البورصة، كانت حاجة كويسة والشباب مبسوط جوه وبيتعلموا حاجة تفيدهم في المستقبل، ممكن يعملوا منها كارير لنفسهم، يعملوا منه إنكم كويس، يعني دخل كويس ليهم. ده موضوع لجنة الشباب كانت برضو ابتدت تتحرك بقى شوية كده الفترة اللي فاتت. عندهم كمان أسبوع هنفوت طبعا ماتش الأهلي والزمالك، ربنا يكرمنا إن شاء الله ونبقى أبطال أفريقيا يوم الجمعة الجاية. من الجمعة اللي بعدها هنبتدي نعمل حاجة زي مهرجان للجري في الشيخ زايد. الأسبوع اللي بعديها هنعمل مهرجان للعجل عشان يعني تماشي مع مبادرة الدولة في موضوع درجتك صحتك وكده، هنشتغل برضو مهرجان عجل. في عندنا يوم كشفي للأطفال هيبقى في الشيخ زايد برضو للأطفال، يعملوا يوم عن الكشافة. والدنيا يعني ماشية كويس. كان عندنا حفلة مولد النبي كانت الأسبوع اللي قبل اللي فات، كانت هنا في النادي والناس كانت مبسوطة فيها. فبننوع الشغل بتاعنا وربنا يكرم إن شاء الله ونبقى الفترة الجاية نشتغل بكثافة أكتر. يعني كل ما بنشتغل على أنشطة متنوعة كل ما الناس بتحس باللي احنا بنعمله. احنا بنحاول نشتغل على كل حاجة. اللجنة الثقافية كمان برضو عندها حاجات هتشتغل عليها الفترة الجاية كتير. في ندوات ثقافية، في هنجيب في ندوات شعر، في على العربية بتاعت مكتبة مصر المتنقلة. فالناس حاسة باللي احنا بنعمله ان هو في تنوع، والحمد لله ردود الافعال بتجيلنا والناس بتجيلنا بافكار. على فكرة يعني في ناس بتجيلنا بافكار وتقول لنا عايزين نعمل كذا وبنعمله. يعني ربنا يكرمنا كده وان شاء الله الفترة الجاية تبقى فيها حاجة كويسة. البورصة المصرية أطلقت برنامج اسمه ستوك رايدرز. ستوك رايدرز هو ببساطة شديدة إزاي نعلم أساسيات التعامل على البورصة، شراء الأسهم وبيعها، إزاي تقدري تحددي السهم اللي أنت مفروض تشتريه، إزاي إمتى تقرري أنت تبيعيه، إزاي تختاري البروكر أو السمسار اللي بيبيع لك وبيشتري لك وشركة الوساطة، في أساسيات مبسطة جدا لتشجيع الشباب والفئات العمرية على نوع جديد من الاستثمار وخلق حركة بتعريف بالبورصة المصرية بشكل مبسط. إحنا كلجنة شباب دورنا إن إحنا نقدم إيفنتس وخدمات للشباب تكون تثقيفية وتزيد من الوعي المالي عندهم. فالنهاردة معنا بورصة مصرية بنكلم شباب إزاي يستثمر فلوس، وطبعا دي حاجة مهمة جدا للفئة العمرية دي وبس. والعدد كويس الحمد لله، ومحرصين على إنه يكون في تباعد اجتماعي. إحنا اللي بنقدمه ده أول مرة بيكون بيحصل، فحاجة زي البورصة المصرية وإنه إزاي تستثمر فلوسك وإزاي يبقى عندك وعي مالي، فدي حاجة الشباب طبعا حابين يسمعوا عنها. النادي مقدم ندوة للبورصة المصرية عامة، بيقدموا فيها من خبراء وناس أصلا متخصصين في البورصة المصرية وكده. فلا الموضوع كان يعني مفيد قوي بالنسبة كمان هو حد أصلا في دارس أو شغال أو كل الكلام ده، فإن أنت تشوفي الكلام practical أكتر من إن هو بس عملي وكده، ومن ناس كمان عندهم خبرة كويسة وكده. الإيفنت كان كويس، عرفنا حاجات يعني كنت محتاجة أن أنا أعرفها، وعرفت إيه الأساسيات بتاعت التداول يعني في البورصة والحاجات ديت، وإزاي نقدر أن احنا يعني على حسب كل واحد وقته متاح قد إيه، واللي كل واحد على حسب ظروفه يقدر ازاي يستفيد من معرفة من التعامل في البورصة والحاجات المهمة بالنسبة لنا في الحتة دي كانفستمنت يعني.